بالتأكيد المخاطر الجيوسياسية والرد للهجوم الإيراني، ثم توقع المتداولين أن الرد الفعل من إسرائيل، كل هذه التي أدت إلى هذه التقلبات الحادة في أسعار النفط. عادة عندما يكون التقلبات مرتبطة بعوامل السوق فإنها تكون أخف حدة مما حدث في الأسبوع الماضي وفي الأسابيع الثلاثة الماضية. إذن السبب الرئيسي هو الأحداث أو الحدث الهجوم الإيراني، وتوقع المتداولين للرد الإسرائيلي الذي سوف لم يحدث وكان مخيب لأمالهم، لأنه لن يشمل حسب التصريحات استهداف المنشآت النفطية الإيرانية. دكتور فهد، بعض البيانات الصينية التي تشير بأنه خلال الفترة الأخيرة عام عن عام لا يوجد نمو قوي، بل بعض الضغوطات على الطلب الصيني على النفط، ولكن في الأسابيع القليلة الأخيرة الصين قد أعلنت عن حزمة من المحفزات الاقتصادية الواسعة الأعلى والأكبر منذ الجائحة. بالتالي هل ما زال هناك أمل بأنه هذه الحزم تقوم بتحفيز الطلب الصيني على النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة مع دخولنا في عام 2025؟ علينا أن نعترف أن هيكل الطلب على النفط في الصين قد تغير ولن يعود كما كان سابقا، والتحفيز الأولي لم يكن له أي تأثير على أسعار النفط وعلى الطلب الصيني، وأيضا التحفيز المتوقع التحفيز الثاني ما زال غامض وليس محدد، لذا هذا التأثير سوف يكون محدود ولن يؤدي إلى رفع الطلب الصين على النفط. وهناك توقعات كثيرة حتى في عام 25 أن نمو الطلب الصيني سوف يكون متباطئ بشكل كبير، وهذا يدل ويشير إن التعويل على الصين في السنوات المقبلة يجب أن لا يكون. طب بالتالي دكتور، إذا طلب صيني أضعف من ما شاهدناه في آخر 20 عام، إلى جانب قيام الدول من خارج أوبيك بلس بزيادة إنتاجهم خلال العام المقبل بشكل قوي من أمريكا وكندا والبرازيل وغويانا، نضف إلى ذلك العنصر الثالث وهو زيادات الإنتاج القادمة من أوبيك بلس وهي تتخارج من تخفيضاتها السابقة، فبالتالي الوجهة النزولية لأسعار النفط أصبحت منطقية، وبالتالي ما نسمعه من قيام صناديق التحوط باتخاذ أقل أو أصغر مراكز مراهنة على أسعار النفط منذ سنوات هو أمر منطقي. نعم هذا صحيح، وسوف يكون هناك انخفاض في الأسعار، ولكن سوف تستقر الأسعار عند سعر ما، وهذا الاستقرار سوف يحمي الأسواق من التقلبات الحادة، لأن المعادلة سوف تصبح يعني عرض وطلب، معادلة عند التسوية بين العرض والطلب، وليس هناك أي نقص في المعروض ولا زيادة في الطلب، لذا سوف تكون الأسعار محدودة في المستوى الأدنى، ولكن سوف تكون أكثر استقرار لأن أوضاع أسواق النفط ضعيفة جدا، زيادة كما ذكرت من زيادة المعروض وضعف الطلب العالمي، وكما لاحظنا حتى انخفاض المخزونات الأمريكية لم يدعم الأسعار. وكذلك إذا ما لاحظنا أن إنتاج أمريكا من النفط ارتفع في الأسبوع المنتهي في 11 الشهر هذا ب 100 ألف إلى 13.5، يعني 13 مليون و500 ألف برميل في اليوم، فهذا دليل واضح أن المعادلة أصبحت صعبة والاتجاه هو اتجاه هبوطي، والمتداولين هم عند أدنى معنوياتهم في أسواق النفط.